السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع البغضاء والكراهية. ذم القرآن البغضاء والكراهية ونهى عنهما. البغضاء، البغضاء تبدأ بالكراهية وتنتهي بالعداوة والتقاطع. قال عليه السلام: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومعنى لا تضابروا أي لا يهجر أحدكم أخيه، فإذا رآه أدار له ظهره وأعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. فيجب الإحسان والإنصاف والابتعاد عن المعاتبة، وإذا كان لابد من المعاتبة يجب أن تكون برفق وكلام لين بدون تجريح. إذا البغضاء قويت تسمى مقتا، فالمقت هو أشد البغض والغضب والكراهية. الكراهية، الكراهية تعني البغضاء والعداوة وعدم التعاطف، وقد تصل إلى التفكير بتدمير الشخص المكروه. الكراهية تؤدي إلى قسوة القلب، وهو قلة الرحمة والبعد عن الخشوع، وصاحبه يصبح لا يميز الحق من الباطل، فهو موعودا بغضب الله وعذابه، فيكون تعيسا في الدنيا والآخرة. الكراهية إذا زادت سوف تتطور إلى مرحلة الحقد، والحقد من صفات سواد النفس، فصاحب الحقد يمسك العداوة في قلبه طالبا الانتقام. الكراهية تسبب البغضاء والقلق والعداوة وعدم الأمان بالتفكير بإيذاء أحدهم الآخر. ومن مسببات الكراهية الغيبة والنميمة. الكراهية التي تكون بين الأخوة سببها الغيرة والحسد وعدم المساواة بين الأبناء. حض الإسلام على المحبة والتراحم ورقة القلب. رقة القلب من أعظم النعم، إنها تأتي بمعرفة الله وعبادته والاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس إذا أخطأت، والبعد عن الكراهية، فيصبح القلب صافيا مطمئنا منورا، والجسم مشحون بالطاقة الإيجابية المعافية، فتزداد المناعة، فينعم الإنسان بالصحة والعافية والمسرة. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.